ماشي عيب تكون ضعيف، اي واحد فينا ناقصه شي حاجه في الجسم ديالو. يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك بانه كامل مكتمل. وخاصك تعرف واحد الحاجه مهمه، الا كنت ضعيف بان السن الحقيقي ديالك ما كيعرفو حتى شي واحد كتحتفظ به غير انت بوحديتك. داكشي علاش كتشوفو النجوم والممثلين ديال العالم كيكون عندهم واحد البنيه ولا واحد الجسم اللي نحيل، ما كيكونوش صحاحين بزاف، واي حاجه لبستيها غادي تجي معك. الفيديو ديال اليوم غادي نعطيكم 10 ديال النصائح، الا تبعتوها غادي يتبدل المظهر ديالكم وغادي يزيد في الاناقه وفي الجمال ديالكم. اي واحد فيكم ضعيف ضروري يتفرج في هذا الفيديو من الاول حتى الاخر باش ما يبقاش يطيح في هذه الاخطاء ويتعلم كيفاش يلبس. الا كنتي اول مره غادي تشوف القناه ديالي، ما تنساش تهبط لتحت وتشترك في القناه وبارطاجي هذا الفيديو، وخلي ليا شي تعليق الا بغيتيني نهضر على شي موضوع في الحلقه الجايه. اول مساله اللي خصكم تركزوا عليها هي ارتداء الملابس المفتوحه، مثلا كالابيض الاسود ضروري ما تخلط في الملابس. كنوصيك ما تلبسش لون واحد، مثلا الاسود في الاسود ولا الابيض في الابيض، دائما حاولوا ترتديوا داك الملابس المفتوحه، الازرق الاخضر. كاين شي وحدين غادي يقول لك والاسود انا كيعجبني غادي تحرمني منه، بامكانك تلبس الاسود ولكن تلبس معه واحد اللون اخر. المهم خاصك تخلط الالوان، ما تلبسش لون واحد، ما كننصحكش تلبس لون واحد. الا لبستي لون واحد الشكل ديالك غادي يبان عمودي وغادي تبان ضعيف. ثاني شيء اللي خصكم تركزوا عليه هو ارتداء الملابس اللي كتكون عندها الاكمام، ضروري من الاكمام. الاشخاص اللي كيكونوا ضعافين ركزوا على هذه المسائل، ما تلبسوش نصكم لان نصكم غادي يبين اليدين ديالكم ضعافين بزاف، وغادي يبين الكتاف ديالكم عراضين لان الكتاف كيغلبوا على اليدين. هنا الشكل ديالك كيبان ضعيف ونحيل بزاف، ما خصكش توقع في هذا الخطا. وفصل الصيف كتكون درجه ديال الحراره مرتفعه، بامكانكم تطويو القميص. القميص اللي كيكون عنده الاكمام طويله تثنيه حتى لهذا الشكل هذا، هنا المظهر ديالك غادي يبان انيق ومحترم وما غاديش تبان انسان ضعيف، لان الاكمام منين غادي تثنيهم غادي تخبي بزاف ديال العيب اللي عندك، ما غاديش يبانو اليدين ديالك طوالين ورقاقين. تقدر تلبس واحد القميص وفوق منه الجيلي، داك الجيلي اللي كيكون حد هنا باش كتبان شويه عامر. وثالث نصيحه اللي خصكم ديروا بها، ما تلبسوش كولفي، دائما لبسوا القميص اللي كيكون الشكل ديالو دائري. كولفي بهالطريقه هذه كيبين هاد العظيمات اللي عندنا هنايا، والشكل ديالك والجسم ديالك كيبان نحيل بزاف، والكتفين ديالك تيهبطوا. دائما البس القميص يكون بشكل دائري والوقفه تكون مستقيمه. الشيء الرابع اللي خصكم تركزوا عليه هو عدم ارتداء الملابس اللي كتكون فيها الخطوط عموديه. داك الخطوط عموديه كتزيد كتصغر من الحجم ديالك والشكل ديالك كيبان طويل هكا بشكل عمودي. حنا خصنا نتفاداو داك الملابس اللي كيكونوا فيها الخطوط العموديه. خامس شيء اللي خصكم تركزوا عليه هو ما خصكمش تلبسوا الملابس اللي كتكون كبيره على الجسم ديالكم، وكذلك الملابس اللي كتكون ضيقه على الجسم ديالكم. بعض الاشخاص كيكونوا ضعاف كيقول لك الا لبست الملابس كبر مني بعض الشيء راه غادي نضرك داك العيب اللي فيا ولا داك الرق غادي نزيد الربح. بالعكس، راه المظهر ديالك كيبان بليد وقديم. دائما لبس قدك يواتيك، لبس على حسب الشكل ديالك، ما تكون كبيره ما تكون صغيره. الا لبستي الملابس صغيره راك عارف الشكل ديالك كيفاش غادي يكون، غادي تزيد تصغر من الشكل ديالك وتزيد تطول فيه وتبان واحد الشخص اللي ضعيف البنيه. ما نبغي حتى شي واحد فيكم يطيح في هاد الاخطاء، ضروريه تركزوا عليهم باش الشكل ديالكم يبان انيق قدام الاصدقاء ديالكم، وتزيد الثقه في النفس ديالكم، وتدوزوا واحد اليوم ولا واحد الايام ويكون عندكم مستقبل زاهر غير في خلال تغيير الملابس بهذا الشكل هذا ولا ارتداء الملابس. هذه هي القواعد الصحيحه اللي خاص اي واحد فيكم كتكون البنيه ديالو ضعيفه يركز عليها. النصيحة رقم 6، الناس اللي كيكونوا ضعافين خاصكم تركزوا دائما على الملابس اللي كتكون فيها الزواقة، فيها المربعات، فيها عدة أشياء. داك الأشياء كتزيد تعرض الجسم ديالكم، ما يكونش واحد اللون واحد. دائما إذا كان اللون واحد كيزيد يضعف من الجسم ديالكم. انتوما دائما داك القميجات كيف ما قلت لكم اللي كيكونوا فيها مربعات وفيها عدة نقوشات ولا زخرفات، هادو هما اللي خصكم تركزوا عليهم وتشريوهم.
والنصيحة رقم 7، ضروري ما تلبس واحد القميص وفوق منه واحد المونطو ولا واحد جاكيت باش يبان المظهر ديالك عريض بعض الشيء. دائما ركزوا على الالوان المفتوحة، كيف ما قلت لكم الالوان المفتوحة هي اللي كتزيد تعطيكم واحد الجمال وكتعرض من الجسم ديالكم. النصيحة رقم 8، بالنسبة للرجال ضروري ما تلبسوا لافيست، لان لافيست كيكونوا عندها داك لي زيبول، هنا كتزيد تعرض من الجسم ديالك. دائما لبس لافيست على حساب الشكل ديالك، ما تكونش كبيرة وما تكونش صغيرة، على حساب المقاس ديالك. النصيحة رقم 9 هي ارتداء السروال العادي، ما تشريوش واحد السروال اللي كبر من الجسم ديالكم، كيكون على حساب المقاس ديالكم وكيكون سليم، ما كيماركيش لاطاي ديالكم، كيزيد يعرض من الارجل ديالكم، كيعطيكم واحد الاناقه واحد الجمال وكيجي مع الجسم ديالكم. هنا الجسم ديالك ولا الساقين ديالك كيزيدوا يعرضوا بعض الشيء. ايفيتيو تشريو السراول اللي كتكون عريضه وكبيره عليكم. النصيحه رقم 10 واخر نصيحه، ايفيتيو تشريو سوبر سكيني ولا سكيني. السراويل كنعني بالسوبر سكيني ولا سكيني، هذه ماركه ديال السراويل مؤخرا ولينا كنشوفوها جميع الشباب كيرتديوها، ولكن الا كنتي ضعيف البنيه انا كنوصيك ما تشريش هذه السراويل. كيف ما قلت لكم شريو السراويل ديال سكيني، هي اللي غادي تزيد في الاناقه وفي الجمال ديالكم والشكل ديالكم غادي يبان عريض. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، الى عجبك الفيديو ما تنساش دير واحد لايك وبارطاجي هذا الفيديو واشترك في القناه وخلي لي تعليق، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.